نتكلم ان فريق النادي الاهلي فاز بثمان بطولات دوري ابطال افريقيا، سان داونز فاز ببطوله واحده، فريق النادي الاهلي قيمته التسويقيه 28 مليون يورو، فريق سان داونز قيمته التسويقيه 18 مليون يورو. لو هنتكلم على عدد اللاعبين الاجانب، النادي الاهلي فيه خمس اجانب طبعا كلنا عارفينهم، اجاييه، جيرالدو، معلول، بادجي، ديانج، ونادي سان داونز فيه ثمان لاعبين اجانب، الاثنين الحراس اونيانجو وكيفن مويني الحارس الاخر، وفي الدفاع عنده ناسيميندو وارسندي الاثنين برازيليين، عنده كمان لافور من امريكا، وعنده بانجلي من ايفوار وكوت ديفوار، وعنده سيرينو وافونسو الاثنين من اوروغواي، وعنده اللاعب ماتزا. هم دول الثمان محترفين. النادي الاهلي عنده اعلى لاعب تسويقيا كقيمه هو رمضان صبحي اللي للاسف مش هيشترك بكره، بس كمان نادي سان داونز عنده مورينا من اهم اللاعبين في الفريق ومن افضل اللاعبين داخل القاره في رايي، كمان مش هيشترك، ده برضه اعلى قيمه تسويقيه في سان داونز. وارد يشترك يا فارس كتصريحات خالد علي المنسق ان هو جاي معاهم مناوره نفسيه في رايي. انا في رايي ان هي مناوره نفسيه في حته ان هو يفضل ضاغط بالكارت ده ان هو يقدر يلعب. لو جينا لموقف الفريقين في المجموعات، النادي الاهلي انهى مجموعته تاني، سجل سبع اهداف واستقبل اربعه، سان داونز انهى المجموعه في الصداره، سجل تسع اهداف واستقبل ثلاثه. إن شاء الله بإذن الله بكرة يكون لينا الغلبة في الملعب، وهنوضح كل حاجة تتخيلوها فنيا خلال الحلقة. أكيد إن شاء الله. قائمة النادي الأهلي كانت محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، محمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم في خط الدار، معانا كمان وليد سليمان، أيمن أشرف، حسين الشحات، أيليو ديانج، عمرو السلية، مروان محسن، محمد مجدي أفشة، علي معلول، أحمد الشيخ، أليو بادجي، أحمد فتحي جونيور، أجاييه وجيرالدو، ومحمد هاني. اعتقد هزيمه النادي الاهلي الموسم الماضي من سان داونز مش عايزين نحطها مقياس، لان الحقيقه ان طبعا دي تدريبات حصريه للاعبي النادي الاهلي، كل الدعم ليهم طبعا، وان شاء الله باذن الله يتخطوا العقبه الصعبه دي، لان انا شايف ان زي ما قلت سان داونز وفريق مازيمبي كانت الاصعب، خاصه كمان مشوار سان داونز في مجموعته يمكن كانت اصعب شويه من مجموعه مازيمبي، ولكن الاثنين حققوا 14 نقطه. عندنا مواجهات مباشره تطمننا الى حد ما، ولكن الكره مش تاريخ بس، الكره بتعترف بالجهد والعرق المبذول داخل الملعب. احنا اتقابلنا مع سان داونز ست مواجهات او ست مباريات، فزنا في ثلاثه وتعادلنا في اثنين وتهزمنا هزيمه واحده، سجلنا تسع اهداف واستقبلنا ثمان اهداف، كانت طبعا في دور الثمانيه، لكن حققنا بطوله 2001 على حساب سان داونز. قدرت تسجل في جنوب افريقيا مرتين من اصل ثلاث مرات لعبت فيهم في جنوب افريقيا، مره هدف كابتن سعد عبد الحفيظ، ومره في 2007 هدف امادو فلافيو ومحمد بركات، كنت متقدم كمان 2-0 ولكن انتهت النتيجه 2-2 وجيت هنا فزت في القاهره 2-0. في النهايه مباراه قويه محتاجه كل تركيز، ولكن زي بنقول معانا النادي الاهلي ومعانا القوه الدافعه ومعانا التاريخ ومعانا جماهيرنا، نقدر باذن الله نتغلب على فريق سان داونز.